قدمت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج التهنئة للأبناء من ذوي التوحد في احتفالهم السنوي باليوم العالمي للتوعية بطيف التوحد والذي يوافق 2 أبريل من كل عام، لافتة إلى أن مصر في العامين الماضيين كان لديها إقرار لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وانطلاقة جديدة للاهتمام بهم بدءا من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كافة الجهات الحكومية والمجتمع المدني. مصر كمان يمكن في السنتين الماضيتين كان في إقرار لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وانطلاقة جديدة للاهتمام بهم بدءا من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كافة الجهات الحكومية إلى مجتمع مدني قوي من خلال القانون رقم 10 لسنة 2018 اللي أقر حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالمساواة مع بقية الأفراد دون أي تمييز أو أي انتقاص من حقوقهم.